أنا أحمد خطاب من تجمع شباب سراقب. طبعاً مسرحية فرشنا هو عمل حبينا نقوم فيه إهداء لأرواح شهدائنا اللي حالياً عم نشوف دمهم عم يسيل بجرجناز وما بنقدر نعمل شيء. إن شاء الله يا رب نقدر مثلاً يتحرك الشارع ضد هاي المجازر اللي عم تصير. طبعاً إهداء للشهيدين رائد الفارس وحمود جنيد. العمل مثل ما شفتوا تجاوزنا فيه كل الخطوط الحمر. حكينا فيه مقارنة بإمكانك تقول عن العمل المدني قبل الثورة وبعد الثورة. العمل المدني كان ملغي تماما إذا ما هو منسوب لحزب البعث أو للنظام، وحاليا العمل المدني تقريبا محارب. ما نقول العمل المدني محارب، العمل المدني هو رفيق البارودي، العمل المدني هو رفيق الجندي اللي بيحرر. كلياتنا عندنا مهمة وكلياتنا ومنقدر نخدم قضيتنا، وكل من على طريقته لازم نتكاتف لحتى ننتصر. هلا الحقيقة هي أول مرة أنا بحضر عرض مسرحي هون بالمحرر. العرض كان كثير جميل، في تكثيف للواقع اللي عم نعيشه هون، يعني الواقع اللي عشناه قبل الثورة ورجعنا هلا عم نعيشه بعد الثورة. قمع الحريات، يعني خلينا نلخص كل هذا العرض بهاي الكلمة، قمع الحريات اللي كان قبل الثورة واللي هلا عم يترسخ بعد الثورة كمان للأسف الشديد. يعني